جاء عند البخاري وهذا مستقر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أن أنس كان يصلي عند قبر فرآه عمر رضي الله عنه فقال القبر القبر يعني احذر القبر القبر فيقول أنس رضي الله عنه فظننت أنه يقول القمر القمر لأن أنس رضي الله عنه أكمل صلاته وهو رضي الله عنه لم يتعمد أن يصلي عند القبر ولو سمع كلام عمر بعبارة واضحة لما أكمل صلاته فهذا مستقر في نفوسهم